مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في عدد جديد من حصة فطوركم علينا. اليوم رمضان راهو داير فيا حالة، اليوم تشهيت حاجة أني راح نقضيها نطيبها لكم اليوم، نروحوا نقضيو ونعاودوا نولوا لكم. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، كي العادة رانا في توب شوب، جينا نقضوا واش لازمنا للعادة تاع اليوم. في الوصفة تاع اليوم عندنا الحوت اللي هو الكالامار، نزيدو نرفدو السمن تاعنا مدينة سي فيتال كيما كالعادة. عودنا ولينا لكم أعزائنا المشاهدين بعد ما كنتوا تشوفوا كنا في توب شوب، قضينا واش لازمنا العادة تاع اليوم. اليوم رايحين نديروا لكم كالامار فرسي. كالامار فرسي لازم له عندنا شوية بصل، عندنا طماطم حب مرحية، عندنا طماطم مصبرة حوالي مغرف ونص، وعندي الكالامار، عندي الثوم وعندي معدنوس. بالنسبة للحشو نتاع الكالامار تاعي عندي حوالي 2 مغارف كبار تاع الروز، عندي شوية لحم مرحي، وعندي هنايا عندي شوية سيبيا كنت غليتها قريب طابت. هذا الحشو تاع الكالامار تاعنا، نروحو نحطو زيت سخن ونوجدو لاصوص تاع الكالامار فارسي تاعنا. فوالا. وبالنسبه للتحليه دائما كل ما يكون حوت نديرو حاجه تاع ليمون، نخليو الزيت تاعنا تسخن مليح ونروحو نوجدو الحشو تاع الكالامار تاعنا. كما قلت لكم عندي حوالي 2 مغارف تاع روز، عندي حوالي 150 غرام تاع لحم مرحي، عندي شويه تاع سيبيا، نزيدو لهم شويه تاع معدنوس. فوالا، نديرو لهم شويه معدنوس ونديرو شويه طماطم مصبره باش تجينا طريه كيما كلافارس تاعنا تجي طريه لداخل. فوالا، ونديرو شويه تاع بصل، ونديرو شويه كمون، شويه فلفل كحل، وشويه زنجبيل، شويه فلفل اسود. كما راكم تسمعوا الدراري راهم يستناو فينا على جلطو الطنبوله اللي تكون في اخر الحصه. ونزيدو شويه ملح ونخلطوا كل المكونات مع بعضهم. الزيت تاعنا سخنت، نحطوا البصل تاعنا، نقليو البصل مليح، نزيدوا له طماطم حب ونخلوهم يتقلاو. نديروا نفس الشيء، شويه تاع زنجبيل، شويه كمون، شويه فلفل اسود، ونخليوها تقلى مليح. شويه فلفل اسود، ونقليو لاصوص تاعنا. كاين اللي يحب يزيد لها الجلبانه، لاصوص تحب تزيد لها الجلبانه، نخلوهم يتقلاو ونخلطوا الحشو تاعنا مليح. أعزائنا المشاهدين، أنا نخلط الحشو تاعنا، ما تروحوش بعيد، نعاودو نتلاقاو بعد هذا الفاصل.
عاودنا ولينا لكم اعزائنا المشاهدين. لاصوص تاعنا راهي تقلات مليح، نزيدوا لها حوالي كما قلت لكم مغرف ونص تاع طماطم مصبره، ونقليها مليح، ومن بعد نديروا لاصوص. نقلوا الطماطم مليح مع البصل، فوالا نخلوه يتقلى. الحشو تاعنا راهو واجد، نروحو نفارسيو الكالامار. ما نعمروهش مليح خاطرش فيه الروز، والروز يطيب من بعد يتنفخ. نخلو له الفي تاعو باش كي يطيب تجينا سوا سوا، فوالا. ونغلقوها بلي كيردون، فوالا كيما قلت لكم ما نعمروهمش مليح، نخلو له الفيد ونغلقوها بلي كيردون. هنا كما راكم تشوفوا، هنا نمرقوا لاصوص تاعنا. ونغطوها ونخلوها تطيب. نكملوا الحشو تاعنا تاع الكالامار ونحطوهم يطيبوا في لاصوص. بالنسبة للتحلية تاعنا تاع اليوم، رايحين نديرو كما قلت لكم، كي تكون عندنا وصفة تاع الحوت نديرو حاجة تكون بالليمون. عندنا كاس تاع سيترون، عندنا كاس سكر، عندي كرام باتيسير أنا كنت خدمتها كما شفتوا الوصفة في حلقات اللي فاتوا. بون نحطو الليمون تاعنا، نحطو كاس تاع الليمون، فوالا، نحطو كاس تاع سكر، نحطو حوالي زوج مغارف ونص كبار تاع مايزينا، نديرو حوالي زوج مغارف ونص كبار، فوالا، نخلطوهم مليح حتى يذوب السكر تاعنا، ومن بعد نحطوهم في كسرونة فوق نار قليلة، ونخلطو ما نحبسوش. فوالا السكر تاعنا راهو داب، نفرغوه في الكسرونه فوق نار قليله، ونبقاو نخلطو حتى يعقد مليح. اعزائنا المشاهدين الكالامر تاعنا راهو واجد، لاصوص تاعنا راهي قريب توجد، نحطو الكالامر لداخل ما تروحوش بعيد، نعاودو نولو لكم بعد هذا الفاصل. عاودنا ولينا لكم اعزائنا المشاهدين، الكالامر تاعنا كيما راكم تشوفوا راهو واجد، التحليه تاعنا راهي واجده. ما عليا غير نقول لكم شهية طيبة، نتلاقاو في الطنبولة. عودنا ولينا لكم اعزائنا المشاهدين، رانا في الطنبولة. بلا ما نطولوا عليكم نروح نشوفوا شكون هو المحظوظ تاع اليوم. رقم واحد، السلام ورحمة الله، مرحبا بك خويا. اهلا، صحة رمضانكم. السلام عليكم، صحة رمضانكم. نشكروا قناة البلاد ونقول لهم بصحة فطوركم وصحة سحوركم، العام الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. طوب شوب يهدي للطفل قسيمة 2000 دينار، يشريها ألعاب، يشريها واش يحب هو. وأنا ريح هنا، جيبوا لي هنايا. أعزائنا المشاهدين، لحقنا نهاية العادة تاع اليوم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، نتلاقاو غدوة إن شاء الله في نفس القناة، في نفس التوقيت، سلام.